الإقجاع يقع في المحظور وينسب إنجازات الكرة المغربية لنفسه في ظل الرؤية الملكية. كشفت مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن انزلاقات وسوء تدبير يقف وراءها الإقجاع بعد الإخفاقات المتتالية لبعض المنتخبات المغربية. رغم الإمكانات المالية التي رُصدت لها من الميزانية العامة للدولة. فبالإضافة إلى النكسات المتتالية للمنتخب الأول بعد مونديال قطر مروراً بعدم الحسم في فضيحة التحكيم. طغت على السطح تقارير تتحدث عن صفقات مشبوهة قامت بها الجامعة في عهد القجع الأمر الذي بدأ يزعزع ثقة المغاربة في رئيس الجامعة لكونه لم يأتي بجديد في الكرة القدم الوطنية رغم التطبيل والتجييش الإعلامي الذي يمدح ويتحدث عن إنجازات القجع الوهمية حتى وصل الأمر بالأخير في تصرف خطير أن أصبح يحط مواقعه بالتطرق لمنجزاته وما فعله في فترته متحاشيا او متجاهلا ان كل الانجازات التي تحققت في مجال الرياضه عامه وكره القدم كانت بفضل الرؤيه الملكيه والدعم المالي الذي يقدمه لجامعه الكره